السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل زملائي الأعزاء. هنشرح النهاردة عظمة من أكتر عظام الجسم تميزا، وهي الفيمر بون. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة لو مش مشتركين، وتفعلوا جرس الإشعارات علشان تتابعوا كل الفيديوهات أول بأول. الفيمر بون هي أطول وأتقل وأقوى عظمة في الجسم، وبتتكون من 3 أجزاء: بروكسيمال إند وشافت وديستال إند. النهاية القريبة اللي هي بروكسيمال إند، واللي بتتمفصل مع الأستابلم علشان يتكون مفصل الهيب جوينت، بتتكون من الهيد والنيك وجريتر تروكينتر وليزر تروكينتر. الفيمورال هيد مغطاة بالكامل بالأرتيكولار كارتليج، اللي هو غضروف مفصلي ما عدا جزء صغير في المنتصف يسمى فوفيا كابيتس، والفوفيا كابيتس هو مكان اتصال لجامين تامتيرس. بيوصل بين الفيمورال هيد والشافت العنق اللي هو فيمورال نيك، والعنق بتمتد من الهيد بشكل مايل بزاوية حوالي 120 درجة، وبسبب الزاوية دي بتزيد حرية الحركة في المفصل. وفي نهاية الفيمورال نيك موجود بروزين، أكبرهم هو الجريتر تروكينتر، وده بروز موجود مكان اتصال النيك مع الشافت، والجزء العلوي من الجريتر تروكينتر بيكون بارز لأعلى فوق النيك، وبيبقى مايل للخلف ناحية الداخل posteriorly and medially. والجريتر تروكينتر بيتصل به العديد من عضلات الجلوتير ريجيم. والبروز الأصغر وهو الليزر تروكينتر هو الجزء السفلي الداخلي posteriomedial portion للبروكسيمال شافت، وبيوفر انسيرشن للتندون الخاص بعضلة الاليوسواس مصل. بعد كده في خط بارز او برومننت ريدج ممتد من الخلف بين الجريتر تروكينتر والليزر تروكينتر، اسمه انتر تروكينتريك كريست، وده بيوفر مكان اتصال للاسكيو فيمورال ليجامنت وجزء من الكوادريتاس فيموريس تندون. وبيوصل بين الاثنين تروكينترز من الامام خط اقل بروز شويه اسمه انتر تروكينتريك لاين. الانتر تروكينتريك لاين بيوفر مكان اتصال للإليو فيمورال ليجامنت وجزء من الفاستاز لاتراليس تندون. نتكلم بعد كده عن الشافت. السطح الخلفي للفيمورال شافت بيبقى فيه حرف او ريدج اسمه لينيا اسبيرا. الشفه الداخليه والخارجيه للينيا اسبيرا بتوفر مكان لاتصال عضلات البستيريور والميديال كومبارتمنتس اوف ذا ساي. الخط الممتد من الميديال ليب اللي هي الشفة الداخلية للينيا اسبيرا لحد الليزر تروكينتر اسمه بكتينيال لاين، وده بيبقى مكان الانسيرشن الخاص بالتندون بتاع البكتينياس مسل. واللاترال ليب اللي هي الشفة الخارجية للينيا اسبيرا بتكون اكثر خشونة، وبتمتد الى الجريتر تروكينتر. واوسع جزء من اللاترال ليب اسمه جليوتيال توبريستي، وده مكان اتصال كل من الجلوتس ماكسيمس والأدكتور ماجنس ماسلز. وأخيرا اللينيا أسبيرا بتمتد للأسفل لحد البوبليتيال سيرفس أوف ذا فيمر. الديستال إند أو النهاية البعيدة للفيمر بتتوسع، فبيتكون بروزين ميديال كوندايل ولاترال كوندايل. اللاترال فيمورال كوندايل بيكون اوسع من الامام عن الخلف، بينما الميديال كوندايل بتفضل متناسقه وثابته في حجمها من الامام والخلف. الفيمورال كوندايلز الاثنين بيتصلوا من الامام بواسطه الباتيلر سيرفيس، ومن الخلف بيتفصلوا عن بعض بواسطه الانتر كوندايلر فوسا. وفي كل ناحيه من الكوندايلز بيبقى فيه حافه او ايدج اسمها ايبي كوندايل، فبيبقى عندنا ميديال ايبي كوندايل ولاترال ايبي كوندايل، ودول بيبقى اماكن لاتصال الاربطة والعضلات. في بروز صغير بيقع فوق الميديال ايبي كوندايل اسمه الادكتور توبركل، وده مكان بيتصل بيه معظم الادكتور ماجنس ماسل. على السطح الخلفي للديستال فيمر بيكون في منطقة مثلثة الشكل اسمها بوبليتيال سيرفيس. قاعدة المثلث بالنسبة للمنطقة دي هو الانتركوندايلر لاين، وده بيكون علامة تعرفنا بداية الانتركوندايلر فوسة. وجانبي المثلث هما الميديال واللاترال سوبراكوندايلر لاينز، واللي بيكونوا بمثابة استمرار من اللينيا اسبيرا.
الفيمر بون هي العظمة الأطول والأتقل والأقوى في جسم الإنسان، وبتتصل من أعلى بالبلفس بالتحديد في جزء اسمه أسيتابولم فبيكون مفصل الهيب جوينت، وبتتصل من أسفل بالتيبيا والفيبيولا فبتكون مفصل الني جوينت. والفيمر بتتكون من ثلاث أجزاء، الجزء الأقرب للحوض اسمه بروكسيمال إند، والشافت اللي هو جسم العظمة نفسها، والديستال إند. البروكسيمال إند بيتكون من هيد ونيك وبرزين اسمهم جريتر تروكينتر وليزر تروكينتر. الهيد هو الجزء المدور واللي بيتصل بالاستابيلم وبيكون مفصل الهيب جوينت، والنيك هو الجزء اللي بيوصل ما بين الهيد والشافت، والبروزين التانيين هما الجريتر تروكينتر والليزر تروكينتر. من الامام بيوصل ما بين الجريتر تروكينتر والليزر تروكينتر خط اسمه انتر تروكينتريك لاين، ومن الخلف بيكون في خط بارز شوية اسمه انتر تروكينتريك كريست. انتر تروكينتريك كريست بيفصل او بيوصل ما بين الجريتر تروكينتر والليزر تروكينتر. نيجي بعد كده للشافت اللي هو جسم العظمة نفسها، بيكون موجود على السطح الخلفي خط كده بارز شوية اسمه لينيا اسبيرا. لينيا اسبيرا، لينيا اسبيرا بيكون موجود على السطح الخلفي، وبيكون ليه حدين كده او شفتين، شفة داخلية وشفة خارجية. الشفة او الحد الداخلي او الخط الداخلي اللي بيوصل ما بين اللينيا اسبيرا والليزر تروكينتر بيكون اسمه بيكتينيال لاين. يبقى الخط اللي بيوصل ما بين اللينيا اسبيرا والليزر تروكينتر اسمه بيكتينيال لاين، وده الشفة الداخلية. والشفة الخارجية اسمها جولتيال توبريستي، وده بيوصل ما بين اللينيا اسبيرا والجريتر تروكينتر. اللينيا اسبيرا بتمتد لأسفل إلى منطقة مثلثة الشكل اسمها بوبليتيال سيرفيس، موجودة في الديستال إند. وأهم ما يميز الديستال إند هو وجود بروزين، البروز الداخلي اسمه ميديال كوندايل، والبروز الخارجي اسمه لاترال كوندايل. بيفصل ما بينهم من الخلف، يعني ده السطح الخلفي، فبيفصل ما بينهم من الخلف فصة أو حفرة اسمها انتر كوندايلر فصة، ومن الأمام بيكون موجود ما بينهم سطح اسمه باتيلر سيرفيس. الميديال كوندايل واللاترال كوندايل بيكون موجود فوقهم جزء كده صغير اسمه إيبي كوندايل، فيبقى الميديال كوندايل موجود فوقها جزء اسمه ميديال إيبي كوندايل، واللاترال كوندايل بيكون موجود فوقها جزء اسمه لاترال إيبي كوندايل. والمنطقة المثلثة الشكل دي اسمها بوبليتيال سيرفيس، وقاعدة المثلث بيكون اسمه انتر كوندايلر لاين، بيفصل ما بين البوبليتيال سيرفيس والانتر كوندايلر فوسا. والضلعين التانيين للمثلث، الضلع الداخلي اسمه ميديال سوبرا كوندايلر لاين، والضلع الخارجي اسمه لاترال سوبرا كوندايلر لاين. ودي كانت اهم ما يميز او اللاند ماركس الخاصة بالفيمر بون.